مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا. النهاردة هنعمل وصفتين، اول حاجة هنعمل دوناتس كيك، وتاني واحدة هنعمل بوب كيك. هعملهم بنفس العجينة اللي انا هعملها، او دي الكيك اللي انا هعمله خلاص. فعبارة عن ايه؟ دقيق، بيض، زبدة، بيكنج باودر، وفانيليا طبعا طالما في بيض. هنستخدم اللي هو المضرب الشبك. هناخد البيض، كده نكسر واحدة واحدة. كده وطالما فيه بيض لازم معاه فانيليا. نضرب كده بس، نقلبهم مع بعض. نحط الزبدة كده، اي وصفة كيك انت بتحبيها استخدميها، يعني مش ما تتقيديش باي كيك معين، يعني ان انت تعمليه، عايزة تعملي براوني شغال، انجليش كيك شغال، اي كيك بقى، الكيك اللي عادي المعتاد بتاع الفطار ما فيش مشكلة. بس هنقلب برضو تقليبة تانية. ننزل بس الزبدة، شوف كده بس، نلم الزبدة اللي على الجوانب كده. الميزة في الوصفة دي ان هي ما بتقيدكيش بمقادير معينة، اللي تحبيه في الكيك تعمليه كده. نقلب بس عشان السكر مع البيض مع الزبدة يدوبوا كويس. كل ما تضربي الخليط كويس كل ما يديكي نتيجة أحسن. نحط بقى الدقيق مع البيكنج باودر كده على بعض، ممكن نقلبهم تقليبة خفيفة كده. بعدين ننزل حبة حبة كده. ونقلب.
تاني. نقلب بعد كده تاني. كده خلاص تمام كده اهو تمام. انا قلت لكم هنعمل دوناتس كيك خلاص. فدي قوالب سيليكون للدوناتس تمام. سعرها معقول، في الغالي برضو وفي الرخيص، وهاتي اللي يناسبك. هنعمل دوناتس كيك وهنعمل بوب كيك عشان العجينه واحده. فدي برضو قوالب بوب كيك بالشكل ده تمام. في موجود منها وفي يعني دي ممكن ما تلاقيهاش بكترة خلاص. ده شكل من البوب كيك، وده شكل تاني برضو بيبقى مدور كده بنفس الشكل ده. بنحط برضو هنا العجينة. دي بقى موجود منها السيليكون وموجود منها الرخيص، بس دول مش من هنا. بنحط برضو العجينة وبنقفلها كده خلاص، وبندخلها الفرن على الشكل ده. بنقفل كده كده اهو كده، وندخلها بقى بالطريقة دي في الفرن. فالعجينة بقى بتنفش، تبقى عاملة زي الكورة. ما عندكيش الصينية دي وما عندكيش الصينية دي، ومش في مقدرتك ان انت تجيبي ولا الغالي ولا الرخيص، دي سهلة انها تتعمل بواقي كيك عندك وتروحي عاملها شكل القمع. دي تكوريها زي الكور وهتشوفي بقى نعمل فيها ايه. فطبعا علشان هنا برضو عشان برضو النظافة والغسيل والكلام ده، دي قوالب كاب كيك بحطها في الكيك بوبس. بروح عاملة كده ضغطة كده خلاص كده اهو. حتى لو طلعت هي هتنزل لما اجي احط العجين بتاعها كده اهو. بضغط بقى كده كده اهو خلاص اهي. نحط واحدة كمان. ورق الكب كيك ده متوفر بأشكال، وفي الغالي وفي الرخيص، اللي انت عايزاه هاتيه، كله موجود دلوقتي في السوق، في المستورد وفي المصري وفي الصيني، كل حاجة. بنضغط برضو كده كده اهو. ناخد واحدة تاني كده. يعني حتى لو اتطبقت شيء طبيعي انها تتطبق، لان ده زي القمع مش هتبقى مفرودة كده يعني، بس مفيش مشكلة. نضغط برضو عليها كده، بس بتبقى مش قادرة اقول لكم ظريفة جدا كده اهو. ناخد واحدة كمان كده. انا بحب الحركات دي بقى، بحب اعمل الشغل هو متعب. الشغل ده ان انت تعملي شغل الاطفال هو متعب وفي مجهود، بس نتيجته في الاخر حلوه كده اهو كده. نضغط قوي كده خلاص. هنعمل واحده كمان كده خلاص. ادينا حضرتهم تمام. نشيلها بس كده على جنب. يبقى دي قوالب الدوناتس كيك، وده البوب كيك. هناخد كده. الميزه بقى في قوالب السيليكون ان هي ما بيلزقش فيها اي حاجه انت بتعمليها، وغسلها سهل وظريف يعني مش متعب. هنحط كده هتحطي كمية معقولة لأن هو هينفش كده اهو خلاص.
نحط هنا برضو حبة. كده دي بتبقى برضو ظريفة. ممكن تعملي جنبها الدوناتس اللي عملناه قبل كده. ممكن في برضو قوالب شكل الدوناتس، قوالب كيك شكل الدوناتس، ممكن تعملي معاها كيك دوناتس برضو صغيرين، تبقى تورتاية ومعاها الكيك بتاعها الصغير كده هوت. ممكن بقى نيجي على دول نصب، يعني ما تحاوليش تصبي للآخر لأن هي هتعلى كده. كده اهو برضو فرني مولعاه انا على درجة 180، لازم يكون سخن كده. عايزة بقى تحطي لو كيك تقيل ممكن تحطي معاه تشوكليت شيبس مكسرات جوه العجينة، لو الكيكة تقيلة زي كيكة الانجليش كيك كده تقيلة ممكن تحطي البراوني برضو الكيكة بتاعتها تقيلة ممكن تحطي برضو من جواها حشوة يعني، بس تبقى حلوة يعني كده. تمام، نجيب بس منديل ونمسح في اي حاجة نمسحها كده، عشان ده لما بيخش الفرن ويلزق بيبقى يعني مشكلة في التنظيف، فنمسح كده في الاول وهو طري كده هو. بس ادي كده نحركها. دلوقتي بقى بعد ما عملتهم كده خلاص هحطهم بقى في الفرن ما بين نص ساعة، يعني هي البوب كيك ما بتاخدش وقت، يا دوبك ربع ساعة، الدوناتس كيك يا دوبك على الأقل نص ساعة. نحطهم بقى كده في الفرن. ممكن تفتحي بعد مرور ربع ساعة مفيش مشكلة على الكيك تبصي عليه، أو لو عندك اللمبة اللي جوه الفرن تبصي عليه، لقيتي البوب كيك عالي وأحمر طلعيه، ولسه مثلا الدوناتس كيك سيبيه بقى شوية مش هيجراله حاجة وبعدين طلعيه. ونروح فاصل ونرجع لكم لحد ما الكيك يستوي.